السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد هنا تطبيق على درس الظل والضوء. هو طبعا الضوء مش دايما بيكون ضوء مباشر، ولكن ممكن يكون مرتد من البيئة المحيطة. طبعا احنا بنشتغل بالفرشة الأساسية، بنتحكم في شكلها ترانسفير. إمكانية إن أنا أخلي الفرشة أطرفها وبس، يعني تكون شفاف، خصوصا لو خدت الـ option pin pressure. هنا درجة الصوت، أفضل أشتغلها كتير منفصل، الحرف بتاعها حد كل الجزء ده. هنعمل الجزء ده كرييت كليبنج ماسك عشان ما فيش حاجة نشتغلها فيه تطلع بره الليير اللي تحتيه. الحاجات دي هنبقى ناخدها في درس المستقبل، هنشرح فيه خصائص البراش الأساسية في الفوتوشوب. ممكن نستخدم المكسر براش، وممكن نفضل مكملين بالفرشة العادية كيف نشوفها على حسب. نقلل الإضافة بتاعها، ناخد لير تنفصل للإضاءة، الأطراف هنا مش حادة، أطرافها متلاشية، لأن هي المنظر بتاعها رهيب. ثم نوعها واسمها ديتيل، هو يعني مش في كل الأحيان الواحد يكون فاهم شكل مصادر الإضاءة، بس بقدر الإمكان يعني بيحاول، ولو ما قدرش فهو بيجتهد ويخرج الشكل اللي قدامه زي ما هو. Thank you.
الحاسة من الناحية دي متلاش عن صحة حد وحد من ناحية واحدة، ممكن أثر عليها بالمتفجرش أو بالمتمج. هناخد طبعا عشان نعمل الجزء المادي مع الزر، طلع البيض بتدينا إحساس بالأمان. نور تحت الأسنان والذل والنور تحت هندي بلور سنة للشفايف، لأن طبعا هنعمل بلور للشفايف، لأن في الواقع إن الشفايف ما بتبقاش الحواف بتاعها ما بتبقاش حادة كده. أهم حاجة في الديجيتال بينتنج هي التحكم في الضغط على القلم، لازم يبقى فيه درجة ما من التحكم، بحيث في أوقات هتحتاج إنك تضغط جامد وأوقات هتحتاج إنك تخفف إيدك، هو ده الفايدة بتاعت التابلت، ده الفرق بينه وبين الماوس، متقدرش توصل للتحكم ده وأنت شغال بالماوس. خلينا في الليل بتاع الزر هنشتغل فيه.
في انعكاس برضه على الحواجز اللي بنعملها.